أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات المتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، أكد أن البحرين تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتوطين الصناعات العسكرية. وخلال مؤتمر صحفي بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات صباح اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع الذي يقام تحت الرعاية السامية لحضرة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله، وتنطلق فعاليته غدا الاثنين بدعم من سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019. وشدد الشيخ عبد الله على أن المملكة لم تنظم أي فعالية قط تستهدف دولة بعينها أو تتدخل بشؤون الغير، لافتا إلى أن معرض ومؤتمر بايدك سيركز على التكنولوجيا العسكرية بمفهومها الشامل واستراتيجيات الدفاع السيبراني ومناقشة مستقبل التوريد الدفاعي والعسكري. كما أوضح الشيخ عبد الله أن معرض ومؤتمر بايدك 2019 يتسم بخصائص منفردة من حيث الرعاية والإشراف وحجم المشاركة والمتابعة، حيث تؤكد كل هذه العناصر على أننا أمام علامة وطنية عالمية الطراز من التميز والريادة، مشيدا بالدعم الكبير لقوة دفاع البحرين لهذا الحدث الكبير. كما بيّن الشيخ عبد الله أن معرض ومؤتمر بايدك يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى في 2017 على المستويات كافة، مشيرا إلى أن بايدك أصبح كيانا وطنيا مرموقا وعالميا يروج لمنظومة التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة، كما يرفض الاقتصاد الوطني ومسار التنمية المستدامة. وذكر الشيخ عبد الله أن بايدك 2019 يأتي في وقت ما تزال فيه المنطقة تعاني من تهديدات التطرف والإرهاب، حيث يسعى المعرض والمؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف في هذا السياق تتركز في إحلال السلام وتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بمركز البحرين في مجال التقنية الرقمية والتكنولوجيا العسكرية بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه قال العميد عدنان السادة ممثل قوة دفاع البحرين إن قوة دفاع البحرين شريك أساسي في معرض ومؤتمر بايدك 2019 من حيث الإشراف على مراحل التنظيم وتوفير الحماية الأمنية للمعرض والترويج له. بدوره أعرب توماس كونت من شركة كلار يون للدفاع والأمن عن سعادته بتنظيم هذا المعرض المهم في المملكة مرة أخرى، مضيفا أن تجربة النسخة السابقة من المعرض كانت رائعة، وقال نحن على ثقة من أننا سنبني على تلك التجربة لتقديم الحدث بصورة أكثر تطورا وخاصة مع مشاركة بعض الشركاء المميزين. مع انطلاق معرض مؤتمر البحرين الدولي للدفاع في نسخته الثانية نسعد بما وجدناه من اهتمام دولي متزايد في هذه الفعالية الدولية من خلال عدد المشاركون، عدد العارضون، عدد المهتمون وعدد الإعلاميون المشاركون معنا لتغطية هذه الفعالية الدولية. نسعد بالدعم الكبير الذي نحظى به من قبل قوة دفاع البحرين في هذا التنظيم بقيادة صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، واهتمام ودعم وتوجيهات رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذا المعرض والمؤتمر صاحب السمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة في التحضير والترتيب والتوجيه لعقد هذه الفعالية الدولية. أعتقد ونرى بأن هذه النسخة الثانية في تطور ملحوظ عن النسخة السابقة عام 2017، ويدلل ويعزز ذلك عدد المشاركون معنا، و خاصة أننا أعلننا في نهاية النسخة الأولى بأن 62% من المشاركون معنا قد حجزوا مواقعهم في هذه النسخة، وما يقدمه هذا المعرض من توفير منصات الدفاعية الثلاث البحرية والجوية والبحرية وعرض أحدث التقنيات في جميع هذه المجالات
ودعوة الوفود للاطلاع والمشاركة معنا ووجود توازن فاعل بتقديم منصة لتبادل الأفكار والرؤى في المؤتمر، جميعها تدلل وتعزز على أهمية هذه الفعالية الدولية. أهمية المعرض بالنسبة حق الزوار راح تكون كبيرة، خاصة حق الزوار العسكريين المهتمين في الجانب الدفاعي. هناك شركات رائدة في صناعة السلاح والمنظمات العسكرية راح تشارك بأجهزة ومعدات ذات تقنية جديدة وذات تقنية متقدمة. عرضها راح يكون عرضها لأول مرة في هذا المعرض، وهذا شيء جيد أنه يعرف العسكريين بكل ما هو جديد في السوق العالمية من منظومات عسكرية.